29 سنة فاتح برضه عنصر خبرة طبعا، مش بس محمد الشريف اللي تألق بالأمس، فاتح كمان حارس كويس إلى بولا، فرصة هدف أول، هدف أول، هدف أول عملها فامبيتا. نعم نعم، من بولا إلى فامبيتا، يتقدم الخليج للكابلات 1-0 ويسجل ثالث هدف في مرمى فريق الاتحاد، هو الهدف الأول الذي يدخل مرمى الاتحاد على مدار البطولة من لعبة متحركة بدون الباور بلاير. هو الهدف الأول، أدي الباص اتعمل وسرعة الأداء جميلة من فامبيتا، يسجل على يمين الحارس فاتح مسعود، 1-0 الخليج للكابلات. ترقيصة حلوة قوي يا لعيب يا معلم يا معلم، آه يا معلم يا معلم، مش معقول يا علي، مش معقول يا علي، علي مصباح بالفعل، علي مصباح يأتي بالأفراح للاتحاد وجماهيره هناك في طرابلس بل في ليبيا كلها، علي مصباح من خارج منطقة الجزاء. بس مرات مشاركات وشاري نكاس، شاري نكاس يسجل الهدف الثاني، إحساس بالمكان عظيم، واتعملت له ممتازة هاني حيدر. يا سلام يا هاني، يا سلام يا هاني يا حيدر، ومشاري نكاس رغم أنه القصير لكنه المكير، رغم أنه قصير لكنه المكير، وجهها توجيه تمام وقدر يهرب من محمد أرحومة بضربة الرأس ويسجل هدف ثاني للخليج للكابلات. يصعب المهمورية أكتر وأكتر، في 4 ماتشات دخل مرمى الاتحاد الليبي هدفين، ودلوقتي حتى الآن بيدخل فيه هدفين. أدي مشاري النكاس الخبرة الكبيرة.